جمهور العراق الرياضي تحديدا جمهور القوى الجوية اللي ظهر بالصورة قبل شوية كان مؤيد لثورة تشرين واستهجن وجود قاسم سليماني بالعراق يعني ردد شعارات تقال أو هتافات تقال في ثورة تشرين. حياكم الله مشاهدينا الكرام، برنامج صوتكم، حلقة اليوم راح نحكي بها عن ثورة تشرين. اللي يحب يتصل بينا أرقام البرنامج أسفل الشاشة يقدر يتصل على أي رقم، أيضا عندنا رقم آخر مخصص إلى برنامج الواتساب. أعتذر من السادة المشاهدين اللي ما أقدر أستقبل أي اتصال على الرقم المخصص إلى الواتساب، فقط على أرقام الاتصال الثلاثة اللي تظهر أسفل الشاشة. بداية خبر يعني عاجل ورد إلى قناة الرافدين، هو تطويق ساحة الخلاني بالعاصمة بغداد بالكتل الكونكريتية أو الخرسانية. يعني القوات الأمنية بالعراق رجعت إلى نفس ديدنها الأول، وهو قطع أواصر الشوارع العراقية بالكتل الخرسانية اللي صدع عروسنا لما إجى عادل عبد المهدي أنه يقول أنا شلتهن للكتل الخرسانية. رجعوا اليوم يقطعون، واليوم قطع ساحة الخلاني وتطويقها بالكتل الخرسانية والكونكريتية. السؤال اللي يطرح نفسه هنا، الحكومة من شنو خايفة؟ ليش كل هذا القمع؟ ليش كم الرصاص الهائل اللي أطلق على المتظاهرين العزل انطلق عليهم وقتل من قتل وصوب من صوب؟ ليش هذا الإسراف بالقتل وبالقمع وبعدم قبول الناس وبعدم قبول الشعب اللي انت تحكمه؟ في كل بلدان العالم تصير تظاهرات، وبكل بلدان العالم تصير انتفاضات ضد شيء ما يقبلوه. اكو وزراء انذبوا بحاويات القمامه بالازبال، يعني اكو وزراء انشمروا بالشارع، اكو وزراء رموا بالاكل الفاسد، واكو رؤساء وزراء طلعوا مرجعوهم، بس ما شفنا دولة متقدمة تدعي الديمقراطية قتلت متظاهرية. أول اتصال ويانا اليوم أبو حسن من بغداد، حياك الله. السلام عليكم أخوي أفل. عليكم السلام والرحمة والإكرام. الله يحفظك يا أبا. هاي الأمريكان لما جو الشعب العراقي يفهم بين الأمريكان جو جابونا هاي الديمقراطية والرفاهية، مو عدوهم بأنهم محررين. جابونا هالحسالات الكون جت من دول الخارج البرة، كانوا ينامون بالشوارع، كانوا ينامون جوا جوا الادرج مال الامارات، هسه صاروا مليارديريه فضل الامريكان. هو سبب مو هم، الامريكان جابوهم لان ما يريدون عراق قوي. لما حلوا الجيش العراقي ما يريدون العراقيين يحكموا بلدهم، ما يريدون حراس الوطن، فهم ذولا جوي جابوهم الامريكان. الامريكان هم ترى هم الامريكان. نعم. عشان الامريكان بدي يتفرجون بالمنطقه الخضراء، بدي يتفرجون على العراق، واحد يقتل الثاني، فضل ذول الحثالات الجتي. هم ما يقدرون جابوهم، ما يقدرون يلمون، بس هم الامريكان هم سبب دمار العراق وجلبهم للقوات هاي المنحله الجتي، ما ادري من اي دوله من اي مكان. هاي الامريكان هم سبب البلاء اللي صار بالعراق. ولذلك الشعب اذا ما يتوحد توحيد حقيقي وكل العراقيين يطلعون، هاي كلها بلا معنى، يعني ما يصير اي تقدم. ويشوفها الامريكان جابوا لنا الديمقراطيه والخيرات، الزراعه موتوها، الصناعه موتوها، ما فد يوم سووا مشروع ونجح او كملوه. فهم هذول جايين قتل العراقيين وتدميرهم، ويعني حتى الكيان مالهم يدمروه. نعم شكرا. ارجو من العراقيين يفهمون، هاي الامريكان هم جابوا لهم. نعم شكرا لك ابو حسن. يعني السؤال اللي ايضا همنا نطرحه على الساده المشاهدين، انه يعني القوات الامنيه، او اطرحه ايضا للقوات الامنيه، اطرحه للمسؤولين، اطرحه الى اي شخص، استخدام هذا الكم الهائل من قنابل الغاز بحيث احترق مكتب شركة التأمين الوطنية ببغداد، وحرق عمارة بشارع الرشيد، ويعني قنبلة الغاز تحرق، يعني قنبلة الغاز شايفيها بتفريق تظاهرات كثيرة ببلدان العالم، عبارة عن عبوة تطلع غاز بس تحرق مبنى وتحرق عمارة. زين انت دا يطلع لك متظاهر شاب صغير بالعمر
شايل علم ويركض ويقول اريد وطن. يعني هاي الصور اللي نشوفها هسه، التيك توك يعني اثبت وجوده واصبح رمز واصبح شعار واصبح ايقونه لثوره تشرين. لكن الناس اللي موجودين يا قاعد ورا حاجز يا قاعد ويا صاحبه وما شايلين غير العلم العراقي ويقولون نريد وطن، نريد بلدنا، نريد ناس تحكمنا، بس مو ذول الناس، ذول اللي احنا جبناهم بالانتخابات وبالحبر البنفسجي اللي صدعوا روسنا بالكتل السياسية والانتخابات، والانتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية اللي قاطعها الشعب وزوروها السياسيين، ويقول لك احنا كنا بانتخابات حرة وصعدة ومن صعد، وشفنا الحلبوسي وعادل عبد المهدي وبرهم صالح رؤساء ثلاثة بالعراق، الشعب طلع وقال كلمته، قال أنا ما أريدكم، ليش تقتله؟ ناشطة ميدانية تروح توزع فلوس إلى التيك توك اللي دا يسعف أهلك وناسك، أو تعطي أكل وشرب للناس المتظاهرين اللي مدى يلقون أكل وشرب، أو تعطيهم دواء تختطفوها، ليش؟ السؤال الأهم، المرجعية وين؟ شو المرجعية تطلع بوجوب الجهاد الكفائي ضد الإرهاب على عيني ورأسي، وبوجوب محاربة الفساد على عيني ورأسي؟ شو وقت حاربتوا الفساد؟ تطلعون وتصرحون وتقولون لازم تصير إصلاحات، وين الإصلاحات؟ انتظركم الشعب إلى أن طفح الكيل عنده وطلع، شو ساكتة المرجعية؟ ساكتة على كتل الناس، وساكتة على الخراب وعلى حرق البنايات وعلى استخدام أساليب غير سليمة في قمع التظاهرات. ريم من الكويت، حياك الله. حيك، يعطيك الصحة والعافية ويسعد لي مساكم. هلا بيك، وحيكم على هالبرنامج الحلو اللي كل يوم تقدمونه على قناة الرافدين. يسلمك ربي، تفضل. يوم الله يرضى عليك ويخليك. أنا قاعد أشوف العواجل اللي تي بالنسبة حق الأخبار وحق الشباب المتظاهرين، هم طالبوا في حقوقهم اللي حق اللي يعني اللي خلاه اللي أعطاهم إياه الدستور، اللي حق المعيشة وحق السكن والأكل واللبس وكله. طيب فلوس العراق وين تروح؟ العراق أغنى بلد، يعني حتى ما ينظيف ما فيه. يعني أنا يعني كنت رايحة بغداد، فشفت الوضع مو العراق اللي كنت أعرفه بالأول. قاسم سليماني مستحيل يخلي المتظاهرين يظلون يتظاهرون، قاسم سليماني بيخمدها بمرة واحدة علشان هو يرتاح. الحين سوي له قلق، سوي له صداع في راسه، علشان هذه التظاهرات ما راح توقف إلا ترجع العراق مثل ما كانت. والشباب ما قصروا، قدموا شهداء، وأنا أقول الله يرحمهم لجنات الخلد. لكن يا حكومة اصحي يا حكومة، الدور جاي عليك من قاسم سليماني ومن المجوس اللي في إيران، والله رح يصفونكم واحد واحد. والله رح يصفونكم واحد واحد. لا تفكرون يخلون الشعب هيجي بس بالشوارع يركض منا ويركض منا، لا، هم راح يجوز يزوركم انتو. واللي يتعامل يعني حتى لو سقطت الحكومة، الشعب ما راح يخلي الحكومة، والله علقوهم بالشوارع، بردوا قلبكم، لأن أنا والله محروق قلبي من اللي قاعدة أشوفه بالعراق. خافوا ربكم في يوم ترجعون إلى الله تسألون، حسبنا الله ونعم الوكيل على حكومة إيرانية، الحكومة أخوي إيرانية ما فيها من العرج العربي. والعراق دولة عربية. دولة عربية غصب عن اللي ما يرضى. وإحنا والله قلوبنا معاكم وندعي لكم الليل والنهار إن الله يفك هالقمة عنكم. وأكون شاكرة لك. شكراً على الفرصة اللي أعطتني إياها، وألف خير، رحم الله والدي. شكراً لك أخت ريم. فارس من النجف، حياك الله أخوي. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلونك أغاتي؟ شلون أحوالك؟ أغاتك ربك، ألف الحمد لله، تفضل أخوي.
احييك على القناه الشريفه. حياك الله اخوي. الله يخليك يا اخي. احنا هم بالنجف، انت لا تقولون النجف، احنا ترى هم مظلومين. تعال شوف لا خدمات، لا ماي، لا كهرباء، كل شيء ماكو. الله شاهد، احنا حالنا حال الوادم وانقص من الوادم، همات مظلومين. نعم. او تعال شوف المظاهرات، نطلع ويطردونا ونطلع ويطردونا، وكل شيء ماكو، وضروب وكل شيء، كل وسائل التعذيب عذبونا. نعم. الله يحفظك. يسلمك، يسلمك اخ فارس. شكرا. شكرا جزيلا لك. ام اميره من السويد، حياك الله. مرحبا عيني، شلونكم؟ اهلا بيك يمه، تفضلي. تحيه عيني، تحياتي لكم لهالبرنامج الحلو اللي تطلعوه. حياك وبياك. شوي شويه بدنا نحكي، بس عندي ملاحظتي انا بدي احكيها فلا زحمه. تفضلي. الله يسلمك. البارحه من القنوات، واحده من القنوات كاتبين انه احد المسؤولين بده يحكي على المتظاهرين واهل التيك توك، وقايلين على اساس شلون زمان هذا راح يجي اللي اهل التيك توك وذول الفقراء، ما اعرف سماهم هو، اللي راح يجون يحكمون العراق. انا بس حبيت اقول لهم المتظاهرين واهل التيك توك واللي استشهدوا الله يرحمهم، حشاك انت اللي برجلهم يشرفهم كلهم الحكومه، من رئيس الجمهوريه الاصغر واحد. على الاقل هذول شرفاء يشتغلون بتعبهم، لو مو فقراء ومحتاجين ما يشتري له توك توك ويشتغل. بس هم لان البوك مالتهم صاروا اغنياء، عبالهم الناس كلهم ما عندهم لا غيره ولا شرف ولا كرامه. النقطه الثانيه عيني، البنات هذني اللي انخطفن، انخطفت صبا صار لها اكثر من اسبوع، قبل يومين انخطفت الثانيه ماري محمد. نعم. لان هذول ما عندهم شرف وغيره، يعني والله ما يستحون من رئيس الجمهوريه الاصغر واحد، مو عيب عليهم يخطفون بنات؟ ومنو بده يخطفهم؟ مبينين الميليشيات مال هادي العامري، لو قيس الخزعلي، لو ذاك عمار الحكيم. زين انتم البرلمانيات، النسوان اللي بالبرلمان، يعني ما عندهم وقفه، ما يوقفون وقفه ويسوون اعتصام من دي يشوفون بنات ينخطفن، يقولون هاي مثل اختهم، هاي مثل بيتهم، ما يستحون يقبلون هم بيتهم ولا لا؟ والله ام اميراني، سؤالي اللي ينطرح هسه، وينها فيان دخيل من بكت على السبايا بوقت ما دخلوا داعش او تنظيم داعش؟ وينهم؟ انتم القعدات والله، هذيك البنيه جماعتها دافعونها، زين انتم تدافعون على بناتكم، عرفكم هذا وشرفكم. بنات بعز الشباب راحوا يساعدون المتظاهرين، تخطفوهم ليش؟ عندك تخافون حتى بعد ما حد يطلع؟ لا والله ان شاء الله كلهم يطلعون، وان شاء الله يسحبوهم سحب. اذا قبل كم سنه صدام جربوا تمثاله وحشاك تبنى على الضربه، هم يقول لهم المتظاهرين واهل التوك توك راح يجركم انتم ويسحبكم بالشوارع. نعم. تكرم انت بالنعل تموتون، بالنعل ما تموتون بغير شيء. نعم نعم. اذا بقى بيهم رجال. نعم. شكرا شكرا لك ام امير. لكن يعني هو اي مسؤول دا يسال هذا السؤال، اريد يعني يباوع على المتظاهرين التنظيم اللي موجود بيناتهم، تلقي اللي دا يساعد واللي دا يطبخ واللي دا ينظف واللي دا يصبغ واللي دا يعطي كهرباء واللي دا يجيب منظومه انترنت، وما شفنا اي مشكله صارت بساحه التحرير من 1/10 الى اليوم. يعني 14 سنة نفق التحرير مغلق وعبارة عن كوم من النفايات موجود به، غسلوه ونظفوه وطبقوا الدرج مالته ورجعوه نظيف مثل ما كان وأحسن. لكن أنت من تسأل هذا السؤال، يعني إيش بيه العراقي وإيش بيه الفقير؟ كلنا فقراء، كلنا ولد هالبلد. وأنت إيش كنت؟ نور المالك ايش كان؟ ولا عادل عبد المهدي ايش كان؟ ولا حيدر العبادي ايش كان؟ ولا عمار الحكيم ايش كان؟ يعني لهالدرجه 14 سنه او 16 سنه جيتوا على ظهر دبابه امريكيه صارت عندكم كم فلس غرتكم الدنيا؟ قمتوا تشوفون العراقيين اقل من عندكم؟ حاربتوهم بالثمانينات وحاربتوهم بالتسعينات وجيتوا تحكموهم على ظهر الدبابه الامريكيه وهذا حالهم هسه؟ تجي تنظر الى المواطن العراقي بدرجه اقل؟ يعني اتذكر كلمه مطشر السامر رأي من يقول انا ارفض ان يقللون رواتب الرئاسات الثلاث ورواتب البرلماني حتى لا يصير عذرا، بس هاي كلمته، حتى لا يصير حالي وحال عائلتي حال المواطن العراقي البائس. هاي نظرتهم للشعب العراقي. من بغداد حميد عندنا او حيدر؟ هيد من بغداد، حياك الله. يعني طبعا نشكر القناه ونشكر شكرك لك شخصيا،
على المبادرة الحلوة. حياك الله أختي، تفضلي. والأخوة اللي شاركوا حيا الله نباك. أنا بس أريد أقول شيء واحد. نعم. إنه إحنا كليتنا نعرف إنه أمريكا هي اللي جابت كل هذول الفصالات. نعم. بس هالقد أرجع أقول. فهي من جابتهم تعرف هم بالعراق إيش راح يصير من مشاكل ومن مصائب من قتل ودمار وسرقات. فيعني أمريكا ليش ساكتة عليهم؟ أرجفتهم غير راضية، يعني راضية باللي دا يصير. نحن نريد أمريكا مثل ما دخلتهم تسحبهم. زين ليش يعني هاي الانتفاضة اللي صارت، الناس اللي انقتلت؟ أخت هيد سؤال، يعني تتوقعين أمريكا اللي احتلت العراق ودمرت العراق وخربت العراق وحلت طبعاً الجيش العراقي طبعاً وحلت المؤسسات العراقية وسوت طبعاً ما سوته وقتلت طبعاً وقتلت الناس، راح أسوي شيء بخير للعراقيين؟ والله يعني هم غصباً ما عليهم، غصباً ما عليهم، لأن اللي انكارت سرقوا هواي، يعني حتى الخزائن مال أمريكا وبريطانيا وأوروبا كلها انترست من 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 الحضارات، من الثروات الحيوانية، من الزئبق، من النفط الخام. يعني شنو البقى ما أخذوه من عندنا؟ بس أرجفته شنو البقى ما أخذوه؟ يعني ما خلوا شيء بالعراق، ما أخذوه. بس الحمد لله يبقى العراق هو يعني يضخ إنه يضخ خيرات، يعني ما ينتهي نهائيا. فإحنا نقول إن شاء الله تصب هاي المسألة على خير، وإحنا المنصورين بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. وذولا كلهم ينزافون عن درب العراقيين الأشراف. نعم. كافي بعد كافي، يعني سووا ما سووا، وإحنا كل هذا متحملين لأجل، يعني لأجل من؟ يعني متحملين لأجل من؟ بس فهمني أخوي، يعني لا حكومة بيها خير، لا رؤساء بيهم خير، لا دول برلمان كلهم فتالة جوي من الشارع وخلوهم على الكراسي. زين منو منهم اللي فاد الشعب؟ يلا الشارع مبلطة، اكو فد منتزه حلو، اطفالنا انحرموا من كل شيء. يعني على ليش؟ على اي اساس؟ حتى نعم. امريكا ترتاح؟ لو ايران ترتاح ليش؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، ما ابغى غير شيء، وان شاء الله منتصرين باذن الله. نعم باذن الله منتصرين. شكرا شكرا لك اخت هيد. اقرا بعض رسائل الواتساب. تحيه حب وتقدير لقناه الرافدين التي اثبتت وطنيتها وحبها لشعبها المظلوم. مفكر انجليزي يقول انما يترك الثوره في المنتصف كأن من يحفر قبره بيده. اتمنى من اخوتي الاستمرار. تحياتي اخوكم احمد ريحان حايف ابو وائل. حياك الله اخوي ابو وائل. رسالة أخرى يقول عاش جمهور نادي القوة الجوية الذي يهتف ضد سليماني. رسالة أخرى يقول أيصدق شخص يقاتل شعبه ويقتل أبنائه يجند نفسه لخدمته؟ كيف لهادي العامري والمالكي أن يفعلوا ذلك؟ بحق السماء شر البلية ما يضحك على النشم من النسمة من النمسة عفوا. الرحمة لشهداء ثورة تشرين وعاش الشعب العراقي البطل. بوركتم نصركم، نصركم قريب إن شاء الله. أم سيف من هولندا. رسالة أخرى من هولندا أيضا زياد العزاوي يقول من السلام عليكم، في البدء أحيي قناتكم الوطنية وصوتها الحر منذ انطلاقها ضد كل أشكال الاحتلال والطائفية ومطاياه الذين دمروا الحرث والنسل في العراق، ومن خلالكم أحيي ثورة تشرين المجيدة التي قادها الشباب العراقي البطل، والتحق بها كل شرائح المجتمع العراقي، وأحيي هدفهم الأسمى وهو إسقاط النظام واجتثاث العملية الفاسدة. تحية لك أخي أفل. الانتفاضة التشرينية تنتصر بتضحيات الشهداء الذين سقطوا أمس وبداية هذا الشهر لحين إسقاط النظام وإيجاد نظام جمهوري رئاسي يعود به العراق حرا أبيا لإمكان لا مكان فيه لأذناب إيران. من العراق من عندي؟ أم أركان؟ أم علي من ذي قار تفضلي. أم علي من ذي قار، إحنا دا نشوف الموت بعيوننا ودا نشوف الأشخاص اللي دا يقاتلون كذابين. من قالوا إنه أشخاص مستعارين دا يلبسون لبس الجيش؟ كملي أختي أم علي كملي. ذولي إخوان الشغب زين، وعيب علي أنا أصلا نقول عليهم إخوان، هذول من الأحزاب وهم العامري زين، وكلهم مشتركين بقتل ابنائنا. نعم. وبعيون تصاوير هذا من الكل هن الاشخاص.
اخاف، ثانيا هذا النابلسي من يقول انه 15 مليون راتبه كشهر ونسوانه بيحذا يطلع تقاعد، كيف حال العراقيات؟ نايمات بالشوارع وبشرفهن قاعد يشتغلن ويجيبن الربع دينار والالف دينار قاعد يشتغلن بيه. هذول يشرفن ويشرفن اهاليتهم كلهم. عيب عليهم من يحجون عن العراقيات هيجي. يفتحون مشاريع بالدول كلها، ليش ما افتحها هنا بالعراق واشغل الشباب كلها العراقيين؟ هذا مطشر السامرائي واتمناه انه يجيني وبذي قار وهذا رقمه موجود وذمه برقبته اللي ما يطي رقمه من يجي يريده. خلي يجي يقتال؟ شو يسوون بهن يقتالوهن؟ نعم. شكرا شكرا لك ام علي. ام ازهار من بغداد حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حييك وحلي هاي القناه العظيمه وعامليها. انا بدي اقول فد شيء انه كل ساحات بغداد والمحافظات مملوءه بالمتظاهرين الطيبين المخلصين الى بلدهم. نعم. وهذول بوادي يكافحون ويخسرون دم في سبيل بلدهم وحرصهم على بلدهم وحبهم لبلدهم، لكن الخائبين اللي قاعدين بالخضراء اللي خايفين يصرحون لا راح نأجل انتخابات المحافظات ونأجل كذا ولا لهم يعني مو يم المتظاهرين ولا عبالك هذول الناس بصفحة وهذول بصفحة، هم ودي يفكرون بنفسهم بس، هم ما يعرفون نفسهم انهم خائبين. حفالات امريكا واسرائيل وايران، حفالات ايران، انت يا هادي العامري تقول احنا ما نخلي احد يخش بلدنا غريب، هو من اللي يحكمك؟ مو امريكا هي جابتك؟ انت يا الخز علي ذيك اليوم كنت كل شو ما تعرف تحكي قاعد تعلش وتباوع لهادي العامري تحكي، كلكم خائنين من المالكي الى العامري الى الجعفري الى كل من حكم هذا البلد من 2003 الى هسه، وثقوا واعتقدوا انه هذول المتظاهرين اللي انتم قاعد تتهانون بهم سوف يسحلوكم بالشوارع، سوف يسحلكم بالشوارع، وثقوا واعتقدوا انه ما لكم حياه بهذا البلد ابدا، انتم جبناء، انتم ما عندكم غيره وشرف، اللي ما عنده غيره وشرف يبوق بناس فتيات من هذول المتلثمين، اذا هم براسهم خير خايف يفتحون وجوههم ليش خايفين؟ الشعب طالع بالعلم طالع بوجهه وفاتح صدره وقاعد ينتفض، انتم ليش متلثمين وتضربون؟ يا خونه وانا يقول انه هذول اللي قاعد يطلعون على اساس السستاني طالع انهم ما يضربون. وهسه بالسنك الضرب مشتغل عليهم بالقنابل الحيه. نعم. الكذب مالتهم الى وين؟ حتى هذول اللي الدينين يقولون عنهم واللي يعتزون بهم الناس هم يكذبون، هي حكومه كلها كاذبه، كلهم كاذبين من 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 كبيرهم الى صغيرهم. وإن شاء الله إن شاء الله بإذن نعم. الله ننتصر على هذول الحفالات اللي جابتهم أمريكا على الدبابات مالتها. نعم. وسوف نكون أحسن من الأول وأحسن العراق ينهض. نعم. شكرا شكرا لك أم أزهار. من المفترض أن تدخل ويانا من الناصرية أم حسام، لكن انقطاع الاتصال وياها. عندي رساله تقول احييك اخي فيل واحيي قناتكم الحره الشريفه، تحياتي الى اخواني الثوار بكل المحافظات، الله ينصركم ويسدد خطاكم، تحياتي اخوكم عليل سبتي حميدي الخرنوب، حياك الله. وعندي رساله اخرى تقول شكرا على ما تقدموه من صدقيه الحدث والاخبار، كلمه اقولها لشعبي ارجوكم كونوا ايد وحده ولا تداومون، ماكو وطن ماكو دوام، الخاطر الشهداء الراحه وعلى موتكم انقذوا العراق من الطغاه، شكرا لكم. لهفه من المانيا.
عندي شخص دا يتصل على واتساب، اعتذر منك اخوي العزيز ما اقدر استقبل اي اتصال. رساله اخرى تقول السلام عليكم اخي يا مرجعيه، اخي خليهم تريعون بالسم الهاري اللهم والاولادهم لك الله يا عراق. فاصل قصير وبرنامج صوتكم يرجع لكم ان شاء الله. وطن خالي من الأحزاب، خالي من الطائفية، خالي من المحاصصة. أريد وطن حر نظيف أعيش فيه بأمان وسلام. أريد وطن. شو تقدمين رسالة لأهلنا بالعراق مساحة التحرير خالة؟ إلهي بردا وسلاما يحفظكم يا حبايبي، يحفظكم ويحميكم يا عراقيين، يحفظكم ويحميكم. تمنيت أني هسه وياكم بهالأمان. مواطنة عراقية عايشة بدول المهجر، دموعها غالية على كل عراقي، لكن هو هذا قلب كل عراقي على بلده. دعت لهم وتمنت أنه هي تكون موجودة، لكن الشباب العراقي اللي موجود بالساحات وكل مكان دا يظهرون هسه لأجل هالوطن هذا. ثورة تشرين ما قامت لأنه كهرباء ماكو، ثورة تشرين من أجل العراق، من أجل بلد، من أجل وطن، حرية، سيادة، كهرباء، زراعة، صناعة، من أجل كل شيء بالعراق. عبد الكريم من بغداد حياك الله أخوي. عبد الكريم يبدو أنه انقطع الاتصال ويا الأخ عبد الكريم، أتمنى يرجع ويتصل بينا مرة ثانية حتى نسمع رأيه وصوته. يعني اليوم الناشطين بالتظاهرات والمتظاهرين الموجودين بساحات التظاهر بالعراق رفضوا الخطة اللي قدمتها الأمم المتحدة للحل مثل ما قالت الأمم المتحدة. السبب أن المتظاهرين صارت عندهم أزمة ثقة، ما قاموا يصدقون بهاي البعثة وما قاموا يصدقون بالأمم المتحدة. الأمم المتحدة تركتهم وعافتهم مثل ما هم سنين. الأمم المتحدة اللي من المفترض أنه هي تراعي حقوق الإنسان ما راعت حقوق الإنسان بالعراق. حقوق الإنسان تنتهك بالعراق وهي معترفة بالحكومة العراقية، وحقوق الإنسان تنتهك بالعراق والعراق عين في مجلس أو في لجنة حقوق الإنسان الدولية ذاك اليوم طلعوا من صارت التظاهرات ومن صارت ثورة تشرين. يلا طلع العراق من المجلس الدولي لحقوق الإنسان، يمكن هو كان نائب رئيس المجلس ايضا همينه. وابراهيم الجعفري من راح لهناك يقول لا وجود لانتهاك حقوق انسان بالعراق، وانتهاك حقوق الانسان بالعراق صفر. اي صحيح، ما يعني حقوق الانسان، القتل مو حقوق انسان، عادي المواطن ينقتل عادي، هاي مو انتهاك براي الامم المتحده وبراي الدول وبراي الحكومه العراقيه. ولا الدمار ولا الخراب ولا الذبح ولا الخطف ولا الأتاوات ولا الميليشيات اللي تنهب وتسوي كل شيء، ولا هذن اللي دا يصير بالعراق في نظرهم هو انتهاك لحقوق الإنسان. من المفترض أن المواطن العراقي يسكت وهم يظلون على كرسيهم يحكمون هنا، يلا يرضون على الشعب العراقي. أم علي من البصرة. نعم حياك الله أختي، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أنا والله نيتكم كلش يعني، وأنا والله العظيم مقهور على هاي الشباب الدم الأبرياء الراحة. نعم. يعني ما يصير هذا جاي يصير بينا، والله ظلم ظلم يعني هاي الشباب. والله أنا من جلة المظاهرات لحد الآن أنا مقهور. تصدق يعني حتى الأكل ما جاي أنتظر، والله ما عرف تعبر لك عن الشيء جاي يصير بينا. ظلم ظلم والله ظلم، يعني ما يصير هاي حكومتنا ما جاي يسوي حل لهاي الشباب. يعني ليش هاي الشباب يشرب دم حرامات؟ ليش ابناء يعني علي من ابناء يرحون؟ ليش ابناء هذا الوطن دمهم غالي وعزيز؟ ليش 16 سنه 15 سنه يرحون هذا التاريخ ابنائه هذا اللي امه مقهوره عليه؟ يعني هاي ما يحسبوها هاي ليش؟
والله انا خايفه ما اعرف شنو اعبر عن موقفي والله مقهوره لان انا هم عندي شاب واخاف عليه 16 سنه 17 سنه ليش؟ يعني هاي الاطفال يتيمه في النساء ترملت شعرنا جاي يصير هيك ليش؟ والله من اشوفهم يموتون انا يعني ما اعرف تعبر لك بس عمري جاي يروح والله واتمنى اطلع بس الطريق بعيد. نعم. يعني ظلم انا اتوقع من الناس انا من مواطنين احاكيك ولو اقطع كلامك. يعني انا عندي اسابق ويتيم وملغوني كل سنتين يقطعونه وهو يتيم وابوي شرطي كل سنتين يقطعونه ويشيلون حتى قلبي من شهر الثالث لحد هاي الساعه اروح وماكو اروح وماكو على العسكري يعني حتى هدوا حيلي حتى ضغط صار عندي يعني ما جاي يسوون لي اي سجون الحكومه العراقيه. والله اتمنى من الشعب العراقي من المظاهرات ان يكون يبقون صامدين. نعم. وانا واحدة من الناس اشجعهم كي يحصلون على طلبياتهم حقوقهم المتعين في شيء ما يحصل العاطل البطال في شيء ماكو الشباب جالس ينتحر يعني ما يصير هيك احنا هنا على البصره يعني حالات انتحار في سبب ما عنده مصرف جيده ما عنده امكان يتجوز يعني ما يصير هيك دراسه ماكو محاربين حتى الدراسه ليش؟ وشكرا وحيصم على هذا شكراً البرنامج. شكرا شكرا لك ام علي على كلمتك هذه. اكو رساله عندي على الواتساب تقول ارجو ان تسال هذا السؤال اخي الكريم انه توضح من خلال منبركم النقطه المهمه وهي كم من السموم التي طرحت في سماء بغداد والمحافظات؟ من المسؤول عن تنظيف هذه الغيوم السامه؟ وما تاثيرها على الناس في المستقبل القريب او البعيد؟ ارجو ان يجاوبوني الاخوه على هذا السؤال اللي طرحها أخونا المشاهد في برنامج الواتساب. رسالة أخرى تقول السلام عليكم حيا الله قناة أسود الرافدين، هذه الوقفتكم وقفة رجال لجانب شعبكم العظيم، نسأل الله العظيم أن ينصر العراق وشعب العراق. أبو عبد الله الجبوري من ساحة التحرير، حياك الله أخي أبو عبد الله. السلام عليكم أخي، أرجو منكم إيصال هذه الرسالة إلى المرجعية أن الشعب يحتاج المرجعية بالأسئلة الدينية وحالات الزواج وما إلى ذاك. نتمنى أنه ما تحشر نفسها بهاي المظاهرات الشعبية لأنه حقيقة حرفيا ما شفنا مرجع يطلع يشوف حال الفقر وحال اليتامى. هذا مو مرجع والمعممين صاروا يحجون على الشعب وهسه كشفوا حقيقتهم شنو هم. مع الأسف معمم يطلع يسب ويشتم أمهات المتظاهرين اللي تسوى كل العمايم. الله وعانا وعرفنا أنه ماكو مرجع ولا صدر، كل هذا خداع كان من الدولة المتسلطة ونقولهم ما بقى شيء إن شاء الله. وأتمنى نعرف قصة الميتين مليار. أم حسامة من الناصرية رجعت لنا، حياك الله أختي. إن شاء الله بعد قسمتنا من الله هاي. تفضل يوم أنت على الهواء. طابعة قلبي. تفضل يوم أنت على الهواء. شو نسوي ماكو معين، لا أهل العبايم عانوني ولا أب سترة عانوني، ماكو معين النية ما يخافون من الله، لا الدول وقفت النية يتحمون على نار والولد راحت الشباب راحت يعني ما يخافون من الله، ما عندهم خيافة الله ويقولون خلينا نبدع لهاي الدولة ناس والله من رخالة عندنا قلب وتمرضنا من نشوف الولد هاي يسهلون بيها، ما يخافون من الله ويعينوني هاب ربك من فوق يا ولي عيننا. ابو دانات قاعد ياكل ويشرب، ابو ستره ياكل ويشرب، اهل العمايم كل واحد مسوي له جويه، والله خلي يجون يقتلون ليش يسوون؟ ايش يسوون؟ خلي يسوون، ملينا ما بدنا قبل يروح صدام قلنا، انت يروح صدام نشتم هواه، يلا راح صدام، قام النوب كلنا من جماعته. فينك بدر جماعته؟ فينك الديت جماعته؟ فينك قندر حشاك جماعته؟ ما يخافون من الله، ما حد يقتلنا، ما حد يقتلنا ولكم الله اكبر، راحت ولدنا وشبابنا، عبروا فلوسنا، فلوسنا فطلة عبروها للدول، خلتوا تركيا وغير تركيا وللدول، ما يخاف من الله ولكم ولدنا راحت، جيراننا هذا شباب أنا عندي قلب يشحنون بي هذا في التلفزيون الشحنان بالناصرية. نعم. هذا جيراننا شارع 20 نريد نموت عليه، ما يخافون من الله، قاعدين ياكلون هم وأحبابهم وحفاتهم. نعم. وإحنا دبونا على الشحن، فلوسنا فطلة وين؟ إحنا أرقى دولة، إحنا أرقى دولة،
فيك صرنا صدام. نعم صدام قطع لقاع بس معنا أسوأ من دول أهل العمايم يسوي لهم زوايا كل واحد مسوي له بيد ويطي جماعته ويطي أحبابه وإحنا الفقراء ضالين كل ولدي قاعدة ذي رجلها شهيد حتى قطعة شجر بالعراق ما عدها ابن ضابط مبطل وقاعد ما حد دور عليه. نعم نعم جديد ربع ما عدتم الجهالهم يطون راح نموت طاقة قلوبنا بل ظلت بس فزعة الله خام والله ظلت بس فزعة الله وهن البيت يلا بعد روح خال الله. شكرا 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 أم حسام. أم علي من ألمانيا حياك الله. هلا عيني السلام عليكم. هلا بيك يما تفضلي. والله أنا عندي اقتراح صغير أقول يعني أتمنى من كل المحافظات تجتمع ببغداد وكليتهم على مدارس الأفعال الكبيرة هي ببغداد. يعني أنا ما أتمنى كل واحد قاعد بمحافظة ويقاتل ويصير شهداء كثير. يعني هذا اللي أتمنى كليتهم يجتمعون وكليتهم يكونون بصحة التحرير. يعني ما أصور فد مشكلة. يعني أم علي يعني المشكلة هي مو بالمتظاهرين أولا بس يعني للتوضيح أولا هم ماذا يقاتلون هم طالعين دا يظاهرون دا يقاتلوهم القوات الأمنية أو دا يقتلوهم فعليا لكن المشكلة هسه بالعراق اللي دا يصير بالبصرة والناصرية وعفو ذي قار ومحافظات الجنوب اللي دا يشيل علم دا يعتقلوه. يعني إذا واحد راكب سيارته وحاط علم على سيارته دا يعتقلوه زيادة شلون يوصل بغداد؟ ها هيك يعني هي هاي الإشكالية هسه. الإشكالية هو مو بالناس الإشكالية بالحكومات يعني الحكومات المحلية أقصد القوات الأمنية هم دا تعتقل الناس ودا تضرب الناس ودا تهينهم ودا تضربهم قنابل غاز من المفترض أنه هي ما تقتل أحد بس بالعراق صارت تقتل وإطلاق رصاص حي عليهم هاي المشكلة. لا حول الله بس أنا أقول أستاذ يعني اسمح لي نعم. هو اللي قاعد يقتل بالعراقيين صدقني هو عراقي أعتقد أنه سامحني على هالكلمة أعتقد أنه هو عراقي لكن هو ولاء الإيران. يعني أنا اللي دا أشوفهم أغلبهم هم عراقيين ودا يحكون باللغة العراقية نعم بس ولاءهم الإيران. يعني هذول ما عندهم غيرة ما عندهم ضمير. يعني أنا أولادي والدين بألمان والله نعم. والله كل شوية يقولوا لي ماما حظي جوازي دا أنزل البغداد. ابني أنت ما شايف بغداد يقولون إحنا مو أحسن من عندهم زين بس يعني إحنا قاعدين بألمانيا من 25 سنة لكن عندنا غيرة ومتحمسين والله وكل شوية يهددوني إحنا ننزل بغداد ونتقاتل مع هالحكومة اللي ما تخاف من الله ولا هالإيران مع كل الأسف نعم فهم أني هذول لا غيرة لا ضمير. يعني يطلع عادل عبد المهدي هسه قاعد يحكي قاعدين على أعصابنا قلنا بركة الله يسوي يعني بركة الله يتنحى عن السلطة لازين بيها على هالكراسي وهالشباب دا تموت ولكم خافوا من ربكم ولا كنت عمرك 80 سنة هاي الشابات البنات الحلوات قاعد ينخفن ولكم ما عندكم عرض ما عندكم غيرة ولك يموت يستشهد يقولون يا أما على أرض يا أما على أرض وين رحت من الله. نعم وأني أشكرك أني أشكرك شكرا 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 لك أم علي الله يرضى عليك عيني مع السلامة. الرسالة تقول السلام عليكم أخويا أهنأ قناتكم الشريفة أم الحق الله يخليك بس نطلب من قناتكم ونريد تطالبون بإطلاق سراح الإخوات اللي انخطفن هذني شرفنا وإن شاء الله النصر قريب والسلام عليكم أخوتكم من تركيا حياك الله أختي عزيزة لكن راح يسمعوش من طلقتي هذا الطلب راح يسمعوش من إحنا كنا نقول ليش دا تخطفون البنات وليش دا تخطفون الناس وليش دا تقتلوهم ومو بس الخطف هذا اللي دا يصير كله ضد المتظاهرين ليش ما يوقفوا؟ ليش ما يوقفون إطلاق الرصاص الحي؟ رسالة أخرى من علي نهرو يقول هدف المتظاهر الحب والسلام وهدف الفاسد الحرب والدمار انتصار الثورة قاب قوسين أو أدنى المجد والخلود لشهداء العراق تحياتي لكم أيها الغيارة. رسالة أخرى تقول السلام عليكم طبعا كل الجرائم والقتل والفساد اللي نفذها كل من علاوي والمالكي والعبادي وعبد المهدي والمرجعية تستنكر والدين وتناشد
كأنها تلعب دور المعلق السياسي أو رأي المرجعية، والناس تنتظر يوم الجمعة فتوى تأمر الحكومة بالتنحي أو الاستقالة، ولكن يبدو المرجعية تؤيد الحكومات بأفعالها وجرائمها. أبو عمار من السويد. أم أحمد من الموصل، حياك الله. يا هلا مرحبا أخوي، هلا بيك يوم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. والله قلبنا يشتعل على هذول خطية عيطلعون وعين يقتلون، هم خطية ما بيدهم كل شيء بس يجي. نعم. أم أحمد انقطع الاتصال يا الأخت. أم أحمد أتمنى ترجع تتصل بينا حتى نسمع رأيها بالموضوع. أخوكم أبو فاطمة من النجف، السلام عليكم. سؤال: لماذا تذهب ممثلة الأمم المتحدة إلى السيستاني وهو إيراني للتباحث معه عما يجري في العراق؟ وكيف يوصي المجلس الأعلى للقضاء بضرورة التمسك بالخارطة الطريقة التي دعت إليها المرجعية؟ شنو دخل المرجعية بالمشهد السياسي؟ أبو محمد يقول: السلام عليكم، تحية من هولندا إلى قناة الرافدين. أبدأ بالمقولة: حكمت فعدلت فنمت، قالها رسول الفرس للحاكم العادل عمر الفاروق. إنما حكم فعدل أمن وسلم، وأن من انشغل بهموم رعيته وقلق على أحوالهم وعمل على تحسين ظروفهم وتكبد العناء من أجل راحتهم، وأنه مسؤول أمام الله عنهم، فحري به أن ينام قرير العين هادئ البال مطمئن النفس. أما هؤلاء ليسوا كذلك. السلام عليكم، الله يحفظكم. ممكن تسلموا لي على الأستاذ باجت الكردي، وأتمنى كل يوم حلقة جديدة إن شاء الله يوصل. أخي العزيز، تنكرت العصابات حتى لدينهم، ولكن الشعب لهم بالمرصاد، سوف يزلزلون الأرض تحت أقدامها، فيومها لن تنفع إيران ولا سليماني. سعد من السعودية، السلام عليكم، تحية من أطفال بغداد، حياكم الله. الرجاء اسماع صوتهم إلى العالم. يا عراق شد حيلك، خلي إيران تموت وما يحكمك واحد سربوت، ظهرك انحنى من شيل التابوت، وانت رفعة الرايات السود، سليماني وجيشه قدامك دود. تحياتي أنا الطفل فهد العراقي. حياك الله ابني ابن أخويا، شو تريد أسميك. أم أحمد من الموصل رجعت لنا، حياك الله أم أحمد. الله يسلمك أخويا، أنا مرحبا بيكم. هلا بيك، تفضل يوم. يا أخوي الله يحفظك، والله خطية ذولا شباب خطية عين تتلون بدون سبب، عين تتلون عليكي. نعم. يعني إيمتى خطية يظلون هيكي؟ مطالبنا كثير، مطالبنا مو بس لما يطلعوا من الحكومة، هم احنا مو تحررنا، حرام إذا شفنا تحرير، هذولا ولادنا المعتقلين راحة وخدمات ماكو، المعتقلين ولا يجيبون طارين فرد مرة، خما أثرهم راح، لا يجيبون طارين، هذولا ساعة طلعوا من خطية مظاهرات، هذولا يطاقون على حقوقهم، احنا همينا، يوسع بيدي اقدر بس ثاني ما اقدر مريضة، اجي هم اطلع اشوف هيك ندور على حقوقنا. نعم. هذول المعتقلين وين صاروا؟ الحكومة لا تدير بال على المعتقلين، الحكومة لا تدير بال على الخدمات، لا تدير بال على هذول خطية المتخرجين، يعني هيك حياتهم راحت. نعم. هاي ثلاث سنوات والدتنا والله لو تشوف اهلنا كلهم قاعدين، لا ميتين ولا طيبين. والله العظيم والدتي تبكي، اخويا حالته تعبان، عنده 5 اطفال، لا عنده راتب ما رعايه، ايده ما يقدر يشتغل، اخويا الاخ معتقل 6 سنوات ما نعرف وينه، هذا اخويا الاخ فرد مره هم ما عنده دينار، شنو ماكو بجيبه؟ نعم. يعني العراق تدمر فرد مره، وما عندهم كل شيء، دحت هسه نطلع بس خطيه هذول الشباب عين شكلوها، الحكومه ما عاد تتحرك، هاي شنو من الحكومه؟ هاي لزقه ما لزقه. نعم نعم. شكرا شكرا لك ام احمد. ابو علي من قطر، حياك الله. يا اهلا وسهلا، مرحبا اخوي. مرحبا بك. شاهدين بارك الله بكم على هذه القناه اللي مفتوحه عندنا 24 ساعه للعلم طبعا. حبيب قلبي. الله يخليك عمري. حبيبي قبل شويه كان اجتماع عنده ويا مجلس الوزراء، جاي يتكلم يعني السيد رئيس الوزراء. يعني جاي يتكلم انه تراكمات السنين وتراكمات، يعني هو يدري احنا بالمهدي صار لنا 16 سنه بسببهم؟ لو يدري. هل يدري انه احنا انحرمنا من بلدنا هذا اللي عشنا به تربينا به، انه بسبب هالحكومه هاي وبسبب هاي الاحزاب؟ هل يعلم انه اذا توصلنا اخبار اكيده؟ يعني اليوم مثلا واحد دز لي فيديو كان يكلم قبل شويه اخت تقول اللي يضربون عراقيين، لا اختي مو عراقي بيضرب عراقي، صدقي مو عراقي. اذا تريد ادز لها فيديوهات، واحد يكلم قال له اذا انت عراقي تقرب عليه جاوبني انا ايش دا احسن وياك، ما قدر يجاوبه نفسه، ما قدر يجاوبه. يعني قال شوفوا ما يفهم علي، يعني هل هذا عراقي؟ فيديو يعني دزوا اليوم، تدز القناه الرافدين خلي يسمعون خلي يشوفون.
هاي واحدة. اثنين، رئيس الوزراء قاعد اليوم يقول تراكمات السنين من السبعينات ما أعرف إيش تحملناها خلال 10 أشهر، هذا جديد يتكلم؟ هذا على مستوى دكتور اللي يقول أنا دكتور رئيس الوزراء العراقي اللي أنا كذا، هو شو اللي سويته لحد اللحظة؟ أنت شو اللي سويته؟ لا هم صحيح، هم شو اللي سويته؟ ما زالت الإطلاقات، ولا ما زال أنه يضربون، ما زال أنه القنابل، وما زال الرمي الحي، ده حيخلى أبو إسرائيل. أنت حجل أبو إسرائيل، أنا دا أسمع الأخبار أنه أبو إسرائيل يقول أنا أضرب فلسطيني بإطلاق هاي المطاط، تقوم الدنيا وتقول عليه أبو إسرائيل. خلى اليهودي والإسرائيلي أنه يقول شوف العراقيين يضربون إطلاق حي. نعم. يعني وبقية الناس ساكتة وده تسمع، ده تسمع أنه العراق ده ينضرب بإطلاق حي، وأنا ده أتكلمك يعني كنت يعني في مكانات وأعرف شلون يعني. لكن الأخ اليوم اللي يتكلم مع الوزراء اللي قاعدهم كلهم مو دارين هو وين ده يتكلم أصلاً، ده يقنع الشعب أنه المظاهرة صحيح. أي مظاهرة صحيح؟ ده تتكلم أخي أنت. نعم أبو علي، أنا أعتذر منك وأعتذر من السادة المشاهدين اللي يريدون يتصلون، لكن أدركني الوقت ويبدو يعني يجب علي أن أنهي البرنامج. شكرا جزيلا لك. أقرأ رسائل قصيرة. تحياتي لك ولإخواني الثوار، مع تحياتي أخوكم هاشم زاير فاضل. أخوي أفل، بعد التحية أحب أوصل صوتي عبر قناتكم حملة اعتقالات بديالة للمتظاهرين. أنا أم إبراهيم من ديالة، وتحية لقناة الرافدين. أنا ياسر، وصالي 12 يوم هناك بالتحرير، والله البارحة وهم يضربون طلق حي ومسيل دموع وقنابل صوتية، وإحنا بالعلم العراقي هيك يجازون الشعب العراقي. أعتذر من السادة المشاهدين اللي دزوا رسائل واتساب وما قدرت أقراها لكثرتها، أدركني الوقت. ما زال الشعب العراقي يكتب كلماته بساحة التحرير وبساحة الاعتصام بكل ساحات الثورة بالعراق من شماله إلى جنوبه، لكن الكلمة الفصل شو وقت بديكم أنتم. نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد. إلى اللقاء.